السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض سلسله حل امتحانات منهج الصف السادس الابتدائي على منهج الترم الاول. بنكمل مع بعض الامتحان رقم 18 من محافظه قنا. هسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو قائمه تشغيل فيها اهم فيديوهات الترم الاول، شرح الامتحانات، شرح المنهج بالتفصيل، حل تدريبات كتاب المعاصر، مراجعه شهر اكتوبر شهر نوفمبر، وكمان فيديو خاص بايه؟ بامتحانات الورك بوك، وهي امتحانات مهمه جدا جدا جدا. ونبدا مع بعض السؤال الاول زي ما اتعودنا، listen and circle، هنسمع ونختار. What for lunch؟ Baked potato please. Baked potato please. Do you ever drive a sports car? Yes, I always drive a sports car. Yes, I always drive a sports car. How much juice did she have? She had 2 cans of juice. يبقى how much juice did she have? Number 4. What can you see at the zoo? I can see the lion and the giraffe. يبقى السؤال الأول بيجيب لي 4 نقط، كل نقطة مكونة من اختيارين. النقطة الأولى والتانية بسمع السؤال والإجابة فبختار الإجابة، 3 و4 بسمع السؤال والإجابة فبختار السؤال. طب السؤال التاني، استمع وأكمل. هنا بيقول لي رامي أند عادل، هاي مستر عادل، هلو رامي، هاف أ سيت. ثانكس، اتس كولد توداي، ذاتس رايت، اتس 20 ديجريز. دو يو ثينك اتس جوينج تو رين؟ ميبي اتس جيتينج كلاودي. هاو از يور رامي، how is your family؟ They are fine. يبقى السؤال التاني هي محادثة ناقصة كلمات، بسمع وبحط الكلمة في المكان اللي أنا إيه سمعته، لازم أكون حافظ المحادثات كويس عشان أقدر أحل صح. طب بالنسبة للسؤال التالت، choose سؤال اختياري. رقم 1، I had 1 knot of coffee، بقول أنا إيه؟ شربت فنجان قهوة، يبقى cup. She sliced fruit، هي قطعت الفاكهة by herself، يبقى she معاها herself. علي نقط، the laundry yesterday، الغسيل امبارح، يبقى did، علي غسل الغسيل امبارح. how نقط bottles of water did you have، يبقى how many، كم عدد ازاز الميه اللي انت تناولتها، how many bottles. it's 10 pounds for Egyptians، يعني 10 جنيه للمصريين. we can borrow and read books، نقدر نستعين ونقرأ الكتب، at the library، في المكتبة. actors sometimes، الممثلين احيانا، sign autographs، بيوقعوا اوتوغرافات. Does your sister، هل أختك wear a wig، تلبس باروكة؟ ده بالنسبة للسؤال التالت. طب السؤال الرابع، circle، ضع دائرة حول الكلمة الشاذة واستبدلها بكلمة من نفس المجموعة. bank، restaurant، bottle، school، كلهم أماكن ما عدا bottle، حط أي مكان. zoo، slice، pole، loaf، bread، هنا كلهم أدوات تجزئة. slice يعني قطع من، pole يعني طبق من، loaf يعني رغيف من، ما عدا bread أشيلها بس وأحط مثلا piece. كي احط اداه رابعه من ادوات التجزئه، وانت بمعلق ذهب مشي، توك اخذ، ايرون يكوي، بوت اشترى، كلهم ماضي ما عدا ايرون مضارع، اجيب الماضي بتاعها ايروند، او اي فعل مثلا شاذ في الماضي مثلا زي سو. دي صح ودي ايه؟ صح. نير، بيهايند، اباف، بيفمنت، كلهم حروف جر ما عدا بيفمنت، ممكن احط مثلا نيكست تو. year month week day، year يعني سنة، month شهر، week باروكة day يوم، أشيل week وأحط مثلا سؤال يوم وشهر وسنة، أحط أسبوع، يبقى day يوم، week أسبوع، month شهر، year سنة. قطع عليها أسئلة، يا إما أقرأ الأسئلة وأحاول أقرأ القطع بعد كده عشان لو في حاجة صعبة في القطع أبدأ أستنتج الإجابة، يا إما أبدأ بقراية القطع. فإحنا هنبدأ بقراية القطع. Friday is a holiday، الجمعة أجازة. For all people، لكل الناس، except my mom، ما عدا امي. it's a busy day for her، يوم مزدحم جدا عليها. she stays at home، بتقعد في البيت، and does a lot of things، وتقوم بالكثير من الاشياء. she does the laundry، تغسل الغسيل، and irons the shirts، وبتكوي القمصان. my father goes to the supermarket، ابي بيذهب الى السوبر ماركت، to buy groceries، عشان يشتري البقاله. my sister، اختي، نهى chops vegetables، بتقطع الخضروات، and slices fruit، وبتقطع الفاكهة لشرائح. هنا تشوب يقطع لقطع، لكن سلايس يقطع لشرائح. I feed the birds، أنا بأكل الطيور. In the evening، يعني في المساء، we have dinner، بنتعشى. At home، في البيت. We watch TV، then we watch TV، ثم بنشاهد التلفزيون. السؤال الأول،
They have dinner. هما بيتعشوا فين؟ السؤال هنا at home، في البيت. My father goes to the نقط. يعني أبي بيذهب إيه؟ قال للسوبر ماركت أهو. What does نهى do؟ يعني ماذا تفعل نهى؟ قال له my sister نهى، أو قال لي my sister نهى chops vegetables and slices fruit. يبقى she عايد على نهى. She chops vegetables، بتقطع الخضروات، and slices fruit. Who does the laundry؟ مين بيغسل الغسيل؟ هقول ايه هنا؟ بيقول ايه النهارده او الجمعه اجازه لكل عيله ما عدا امي، ده يوم مزدحم، بتقعد في البيت وبتعمل اشياء، هي بتغسل الغسيل. يبقى مين اللي بيغسل الغسيل؟ يبقى امه. يبقى اللي بيغسل الغسيل ايه؟ امه. تبقى his mom، امه، بحول الضمائر، does the laundry، امه بتغسل ايه؟ الغسيل. السؤال السادس، write a paragraph، اكتب موضوع of seven sentences، من سبع جمل، على a visit to the Egyptian museum، عن زيارة إلى المتحف المصري. لازم اكتب العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص، أهو مكتوب، أنا أعتبره مكتوب. هسيب مسافة في أول سطر وأبدأ أكتب جملة كمقدمة للباراجراف. ببدأ بالحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة في الستوب. هقول مثلا I visited، أنا زرت the Egyptian Museum last week. أنا زرت المتحف المصري الأسبوع اللي فات. I went there with my family. رحت هناك مع عائلتي. I went there by bus. ذهبت ايه؟ بالاتوبيس. We were happy. كنا سعداء. We watched many interesting things. رأينا الكثير من الأشياء المدهشة. We entered، دخلنا the mummy rooms، حجرات المومياوات. اوكي، ده بالنسبة للباراجراف، سهل وبسيط. العنوان في نص السطر، أسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة في الستوب. السؤال السابع، هنا rearrange، رتب. يبقى she takes، هي إيه؟ بتاخد medicine 3 times a day. was، يبقى was there a bank، هل كان في بنك؟ behind the school، خلف المدرسة. آخر سؤال، السؤال الثامن، هنا بيقول لي بانك تويت، ترقيم الجملة. How often do you meet Mr. A Adam؟ ال H capital في how عشان أداة استفهام مبادئة بها الجملة طبعا. How often do you meet Mr. Adam؟ اسم شخص، لازم ال A capital. Okay. No، بعد no لازم كوما. She doesn't، لا هي لا، like going to the ميوزيوم. في نهاية الجملة في الستوب، عرفنا ازاي ان هي جملة بدأ بيس او نو، يس او نو او بدأ بضمير، يبقى جملة ايه؟ عادية. يبقى نو شي دازنت، نو شي دازنت لايك جوينج تو ذا ميوزيوم. وبكده يبقى خلصنا الامتحان رقم 18 في سلسلة حل امتحانات على منهج الصف السادس الابتدائي. هسيب لكم في صندوق الوصف قائمة التشغيل فيها أهم الفيديوهات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.